مدينة معظمة الشام 26/8/2013 وصول اللجنة الدولية إلى المدينة. ستة وعشرين ثمانية. وقف التصوير كاميرات معيس. ستة وعشرين ثمانية 2013 وصول اللجنة الدولية بشأن الملف الكيماوي على مدينة معظمية الشام. لا 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 احنا نشوف ايه تحت. نحن اطباء مصابين We can't take this into the basement because the fragments the cannons we can't in the higher place we will be damaged for sure. We are in the basement and we will definitely take from the